قدمنا نحسب له هذا الاكس. خير ابو جابر؟ ليش رجعت؟ ابن عمك، ابن عمك يا حنان عرف وين ساكنين، لك يخرب بيته، كيف لقاني ما بعرف. وينه هلا؟ برا، كان راكب سيارة وراح بسرعة. ولي، شو بدنا نعمل هلا؟ شو بدنا نعمل؟ هلا هو بده ساعتين ليروح على الضيعة ويرجع، لحق يضب كل شيء مهم، خلينا نطلع من هون على السريع. طيب وين بدنا نروح؟ وين ما كان مهم بهالبيت ما عاد لنا قعده، ويمكن بكل البلد. ولي على قامتك يا حنان، ولي على قامتك. يا حنان هلا مو وقت البكا والنوح، فوتي على السريع ضبي كل شيء مهم، خلينا نطلع على السريع. جابر نايم فايقيه، لازم نمشي بسرعه. طيب شو بدي اخذ معي؟ خدي كل شيء مهم، الاوراق، المصاري، يلا على السريع، انا رح اطلع وقف تاكسي. معلم ثواني وبرجع انا. ما بدي بستناها. الله يجبرك، بس حط الكرتونه وراجع لك على السريع. الله يجبرك. حرك لقدام، حرك. عم نستنى واحد فات لهون. روح لقدام لأنه هون واقفة ممنوعة. جوزي بيشتغل هون وهلأ رح يطلع. مين جوزي؟ أبو جابر. لا أبو جابر جوزي؟ إيه لحظة هلأ رح شوفه. ما بصير هيك يا أبو جابر، ما بصير. ما حدا بيترك الشغل بدون سبب. إذا متخانق مع حدا أو في مشكلة بينك وبين أي حدا احكي لي، وما في مشكلة إلا ولا حل. الله وكيلك يا معلم، لا في مشكلة ولا شيء، بس لازم آخذ مرتي وسافر. ليش؟ معلم لا تواخذني، ما بقدر أقول لك. هربان من شيء، لك عامل شيء وبدك تهرب بهالطريقة هي، شو في؟ معلم ماني عامل شيء، شو بدي أعمل؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أبو جابر حرمتك بالسيارة، التاكسي برا. ما رح خليك تروح لحتى أعرف كل شيء. هذا شوفير ضايق، اجبره روح نزل الحرمة وتعال معلم. روح يلا. أبو جابر اطلع اصرف الشوفير وجيب مرتك وابنك واحكي لي كل شيء هلا. امرك معلم. انا وصل معلم. شو بو؟ ايه نبيل، انت شو جابك هلا؟ والله ابدا، قلت ابو جابر يمكن جايب العتب بساعده يعني بتسخن فيه. صرفت العمال بكير اليوم؟
بنعوضها بيوم تاني. ابو الخير الله يخليك، نمون عليك بكاس الشاي. بتمون على طربوشي يا معلمي، احلى كاس شاي لاحلى ابسامي. اي نبيل، احكي له شوف. فوت اخي ابو جابر، احكي له كل شيء، اكيد رح يساعدك، معلمنا ابن حلال وقلبه من الله. يقبشني الوش انا، فوتي اختي، فيها انها ترتاحي جوا، لبي ما يخلص شغله مع المعلم. يلا. نبيل معلش اتركنا لحالنا شوي. حاضر ولو. عود. شوف يا ابو جابر، انا بعرف انه اخلاقك منيحه وانا واثق فيك، ما شفت منك غير كل خير طول هالثلاث سنين اللي اشتغلت فيهن عندي، وصدقني انا جاهز لمساعدتك بكل شيء بقدر عليه، الا اذا كنت عامل شيء عاطل لا سمح الله وبقصر الرقبه. اعوذ بالله يا معلم، شو بدي اعمل؟ لك هلا بدك تهرب؟ اهل مرتي استدلوا على البيت. ايه شو يعني؟ معلم انا ومرتي تجوزنا بدون موافقه اهلنا، صرنا على الحالة شي 4 سنين. طب وليش هيك عملته؟ هذا اللي صار يا معلم، بين عيلتي وعيلة مرتي في تارات قديمة. طيب لو انها وتروح معك يعني طفل صغير ومرتك حامل؟ ايه بس احسن ما يلحقونا ويقتلونا. طيب يا ابو جابر، ما دام ندلوا على المصنع خلاص، خليك بشغلك انت هون، وانا بخلي ابو الخير يلاقي لك هيك شي بيت يمكن كان قريب على المعمل وخليك هون. بس يا معلم يعني لا تواخذني انا، ما دخلك. خلص انا رح استاجر لك بيت قريب من المعمل وخليك هون، وبعدين بتدفع لي من اجارك. بجوز؟ ما بجوز شيء. انت افهم واحد بصيانه مكنات المصنع، يعني انا بحاجه لك، مشان هيك بدي اياك تضلك عندي هون. يلا قوم يلا ونشوفها بالخير، واقول لكم شيء بيت. احلى كاسه شاي لاحلى معلم، لك تسلمني هالبسمه انا. وهي اجى لحاله. اسمع بالخير، بدي اياك تلاقي لي هيك شيء بيت قريب وظريف وململم لابو جابر ومرته واولاده، واجاره وفرشه علي. فهمت؟ وصلت معلم، وصلت. معلم تعجب المكان عم تقص. اتقص رقبتك ان شاء الله. شو حكى انا معلم؟ تعلم العصي بجنابك، روح خلي ابو جابر يصلح. روح. رايحين معلم. يلا اللي اماني ناقصكم شيء؟ والله يا ابو الخير عن جد كفيت ووفيت، يعني ما بعرف شو بدي لك. ما بدي اياه غير تكون مرتاح وتضل معنا. الله يخلينا اياك. يلا خلينا نروح نشوف المكان. يلا بخاطرك حنان انا ما بطول. الله معك. تفضل. ايه ماسك يلا اعطيني السبعه بخير. خذ حبيبي خذ. شغل. صباح الخير معلم. صباح النور، شو الأخبار؟ تمام، الشغل كله ماشي تمام. يعني تصلحت الآلة، كتير منيح، معناها بتوصل 500 ليرة مكافأة لأبو جابر. بس عفوا معلم، يعني نحن دفعنا له حق الفرش وأجرة البيت أكثر من 10,000 ليرة. لك شو القصة هشام؟ شو لك بدك تحاسبني يعني؟ لا العفو معلم، بس يعني هيك بنكون عم نطمعه زيادة. أعمل مثل ما قلت لك وبلا كثرة حكي، وبوشك على مطعم اللمة الحلوة، شوف ليش لهلا ما دفعوا. معلم عفوا بس قال البضاعة مضروبة. شو الحكي هاد؟ مثل ما بقلك معلم، قال دهنوا 5 وجوه وما على الدهان، يمكن ما فيها زيت. روح بعت لي نبيل بسرعة لكان، بعت لي اياه. البضاعة اللي انبعتت لمطعم اللمة الحلوة؟ شيكنا. وما عم يدفع مصاري، بتعرف ليش؟ لأنه البضاعة مضروبة. أنا قلت بمرق معلم.
لك شو اسمك؟ لك يعني شو غيره؟ معقول انت لمين؟ معقول بدك تغش باسمي يا رجل؟ لا يا معلم، شو غش ما غش؟ الحله صارت تنز مي باخر طبخه، قلت لحالي بمرقها، وبالمره الجايه بعوض لهم اياها. انت ما بتقرر شيء، عم تفهم علي؟ بس بقول لك شغله، امشي معي نشوف الحله. هلا صار مر معلم. ليك هشام، من اليوم رايح نبيل ما بشيك على شيء، نبيل مسؤول عن العمال وبس. بس معلم هيك ما بصير، بتعرف انت بتشيك. معلم ما بتزبط، بتعرف انه انا ما بكون موجود دائما، واكثر وقتي برات المعمل. خلص ابو جابر هو المسؤول عن الشغله من اليوم ورايح، اتفقنا؟ يعني ابو جابر دوامه بالليل. خلي ابو الخير يداوم معه، بحضروا البضاعه بيفرزوها، شو يعني طول الليل عم يصلح حضرته؟ ماشي مثل ما بدك معلم. استنى شوي، بتروح انت ونبيع على المطعم بتجيبوا كل الدهان المضروب بتبدلون اياه. معلم مشان الشغل والعمال هلا شو؟ انت رايح حالك نبيل افندي، ابو الخير هون. يلا الله معكم. قلت لك لا تمر الى البضاعه المضروبه. لك انا متفق مع محاسب المطعم يمرقها وانت اخذت نصيبك، نسيت؟ يا اخي ما اختلفنا، بس هذاك ما زبطها، وقلت لك من الاول، قلت لك جربه بشغله صغيره، مو ب 100 سطل فرد مره. هلا شو؟ والله ما بعرف، هذاك يقلعوه من شغله ونحن نفدنا هالمره. ودخلك شو قصه ابو الخير وابو جابر؟ شايف لك اياهم بالفين ولا ابو سامي؟ ايه وشو عليك؟ على فكره هن جماعه شغيله. لا، ونحن شو؟ نحن؟ أنا شو دخلني؟ يعني ليش عم تجمعني معك؟ أخي من اليوم ورايح أنا ما لي علاقة فيك، أنت من طري وأنا من طري. هلا هيك صار الحكي هشام؟ لا يا أخي هيك الحكي، أنا زلمة بأول حياتي وما بدي أنزح حياتي من أولها. هلا شو؟ هلا شو؟ هلا بدنا نروح على المطعم. كفي يا ماما، عم تزعج ابوك. ما عم بزعجه، عم بلعب. يا حبيبي عم تطالع صوت. بدي افيقه. حرام عليك، خليه نايم. بس انا بدي العب معه. جابر، ماما حبيبي بنفيقه انا وانت وقت الغداء. جابر يا جابر، تعال بدك تفيقني لك. بدك تفيقني يا منعون، بدك تفيقني هيك عم تزعج ماما بالطابه. فيقك جابر ما هيك؟ منيح اللي فيقني لأنه لازم انزل على السوق. هلأ مو قلنا ما بدنا نزلت هالسوق؟ ما بصير يا حنان، في كم قطعة لازم اشتريهم للمكنة. اي اشتريهم حدا غيرك. يا حنان ليش خايفة انت؟ خلص لا تهكلي هم، بحطلي شي شغلة على راسي بغطي وشي فيها. خلص لا تخافي. معقولة يعني بعدين ما بدنا ناكل؟ ما بدنا ناكل ولا لا نحن؟ ما بدنا ناكل نموت من الجوع؟ شو يا 120 سطل. هلا فرقت على 20 سطل انت الثاني؟ ايه فرقت. يعني كل الوقت كنت انت عم تبرق شيء من وراي وانا ما عندي خبر. اخي خلاص مثل ما قلت لك انا هذا الشغل ما عاد بدي اياه. وبنصحك لا بقى تمرق شيء لانه ما راح مرق لك. هلا صرت ما بدك؟ اخي انا من الاول ما بدي، بس الله يلعن الشيطان ويلعنك معه. لك انا شو دخلني؟ مو اتفقنا انا وياك من البدايه؟ وهلا ما عاد بدي. ولا يهمك هشام مثل ما بدك. راح نوقف. بس الله يقطع اللي قطع رزقنا. سباني هشام في مشوار صغير وبالحاك. ايه واذا سأل عنك ابو سامي؟ قال له نبيل عم يدور بالمعامل ليشوف شو في جديد. سباني. مية وعشرين سطل من نفس اللون. بس هي خسارة كبيرة. طبعا خسارة كبيرة من شغلكم اللي ما بيسوى. كم مرة قلنا لكم الحلة عم تهرب مي وما رديتوا علينا؟ هلا لشو كتر الحكي؟ خلصنا، بدي سطول بكرة تكون جاهزة. ما بتزبط لأنه مركبين غير لون. أبو جابر وينه؟ وصل مشوار وقال لي رح يجي بكير، بده يجيب قطع معه. ماشي، بس يرجع خليه يجيني عندي على المكتب فورا. إي نعم سيدي، بسبب حضرة جنابك انخرب بيتي. لا انخرب ولا شيء، لا تعمل لي قصة. بك يا بني آدم، بكرة أي واحد بده يضرب القصة ما عاد يشغلني عنده. قال يعني أنت عم تقص ذهب من ورا شغلك. شرف سيدي شرف. كله عاد مصاري ويا ريت إلك.
بتعرف انت طول عمرك شايل هم غيرك، انا شايف هيك احسن لك. هلا اقعد بلا شغل احسن لي نبيل. شو رايك لك عندي شغله احسن من كل شيء اشتغلته بحياتك؟ عن جد عم تحكي؟ بدك في بالعاده اكذب عليك؟ طبعا حبيبي في بالعاده تكذب علي. يا سيدي هالمره ما راح اكذب عليك. انا ناوي اترك الشغل بالمعمل. يا حبيبي يعني راح نصير نحن اثنين صايعين ضايعين قاعدين بالقهوه؟ هلا نحن شغلنا بالمعمل شو هو؟ مين نحن؟ انا شغلي شو هو؟ بالمعمل. قدها كم معمل بالبلد بيشتغل نفس الشغله؟ شو بيعرفني كل مانن عم بيزيدوا. بتعرف ليش؟ لانه لدان رخيص رخيص. نبيل قول شو بدك بالضبط. خليني اكمل كلامي. انا قلت دهان رخيص بس مو اكابري. لك نبيل فهمني شو بدك. ابو سامي صاحب المعمل عم بيظبط مكنه بتطلع الوان غير شكل بدون ريحه. المعنى شو رايك اذا قدرنا نهف التصميم؟ احلى كاسه شاي لاحلى معلم. بلا معلم بلا بطيخ يا ابو الخير. هلكتني وما كانت تركب. إيه بعد كاسه شاي مرتبه رح تشتغل بروق اكثر. وليش جايب ثلاث كاسات؟ عادي بركي اجى حدا زياده. تفضل. ليك واجى لزياده. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ابو جابر شو اخبار الفلتر الجديد؟ أنا فلتر؟ شو أنا فلتر؟ انا بعرف كل شيء. ايه وانا ما عم بخبي عليك شيء. ها ايه معناتها المعلم ما بده اياك تعرف. انسى عمي انسى. شو قصته هذا؟ ليش عم يسأل عن الفلتر؟ وهلا بالليل؟ يا سيدي بكره لازم اخبر ابو سامي انا. ابو جابر؟ هلا انت متاكد انك ما بتعرف شيء عن الفلتر الجديد؟ مثل ما قلت لك انا ما بعرف شيء. عم تحكي جد ولا عم تسلب علي؟ انا اللي بعرف كل شيء. ابو سامي عم يجيب القطع وانت عم تفك وتركب بالليل، وتاني يوم بالنهار انا اللي عم ساوي التجارب. هذا شغله هو حرفي. بس انت اللي راح تركب الفلتر الجديد وتساوي الدهان بلا ريحه. أنا شغلتي ركب وبس. اللي راح تركبه بسوى ملايين. إن شاء الله، الله يفتحها بوشه لأبو سامي. أبو جابر، أنت ما حتحصل غير إشرتك. سيدي الحمد لله، نعمة. نعمة طبعاً نعمة كريم، بالعكس. كل ما استرزق وربح أبو سامي نحن ربحانين، شو بك؟ أنا ما حكيت شيء. بس يعني ما بتعتبرها ظلم إنه هو يربح الملايين وأنت تاخذ القروش؟ نبيل انت شو بدك هلا؟ انا ولا شيء، بالعكس انا جاي نورك. انا جاي نورك. هذا باينته متضايق منا كثير. ليش انا شو عملت له؟ هذا كان يزبط الشغل هو وابو سامي وما يزبط معه، وهلا عم يسالك وانت انكرت انك بتعرف. لازم انكر لانه ما ضروري يعرف شيء. هذا اللي رح يجننه نبيل. يعني خسارتنا 14200 ليره سوري. هدول مين رح يتحملهم؟ ما بعرف معلم. اللي بتشوفه. انا رح اتحملها. بتعرف ليش؟ لانه الحق علي انا، لازم دير بالي على شغلي منيح. معلم ابو جابر بده اياك. شو يعني؟ لهلا ما صلحت الماكينه؟ لا لا بلد صلحت بس قال عاوزه. ناديله. أمرك. يعطيك العافية معلم. أهلين أبو جابر، الله يعطيك العافية. تفضل. معلم مشان الفلتر الجديد. شو هو؟ امبارح بالليل إجى لعندي نبيل وسألني عن المصفاية الجديدة وقال لي إنه هي الشغلة سرية. شو هالحكي هذا؟ سرية على مين؟ ما بعرف هو هيك حكى. ايه انا هيك حكيت قدامه بس مو سري عليك. اسمع ابو جابر انا رح احكي لك على شغله.
إذا زبطت رح أعطيك 10% من كل ما بتطلعوا هاي الآلة. أبو سامي أنا مالي بحاجة لشي، أنا عم قوم بواجبي، بس إذا بتقلي شو اللي بدك إياه بالضبط بكون أحسن مشان الشغل. إيه بس هلأ رح يصير سر. ونبيل، أنا كنت عم خلي شغل المكنة على المصاف اللي عندي مشان هيك عرف، بس مو مشكلة، المفروض ما كان يقلك. تعال عندي لك أبو جابر. تعال. شو رأيك؟ شو أبو الخير؟ شو بك لهلا ما رح؟ عم بستنى أبو جابر. ليش وينه؟ جوا عند المعلم، بس طول. رح روح شوفه. هاي موجودة عندنا. مرحبا معلم. أهلين، بتريد شيء؟ أبداً، إذا بتكون أي مساعدة. خلص بعدين روح هلا. حاضر معلم. هلا هاي موجودة عندنا. معلم هون بينقصنا وصلة. المشكلة مو هون، المشكلة بالقساوي، المكنة ما عم تتحمل الكثافة العالية. منطبق مكنة جديدة. مكنة جديدة؟ من جمعة تجميع. منقدر؟ منجرب. اوكي، وانا جاهز للتجريب، شو بيلزمنا؟ عندنا مكانتين قدمة، منفكهم ومناخد قطعة تبعهم، وإذا نقصنا شي قطعة منخرطها خرطة. امشي معي. لوين؟ أخي دق الحديد هو حامي، منروح السوق ومنعمل نظرة ومنشوف شو بدنا نعمل، يلا. أنا لازم أمشي مشان أقول له لأبو الخير يروح. خلاص ما راح نطول. أبو سامي دخيل عينك، والله ما بقدر، على القليلة مشان يخبر أم جابر كمان. طيب نبيل، يا نبيل استعجلك شوي. شو لوين يا مسهيل؟ خليلي أبو الخير روح على البيت وبطريقه مر لعند أم جابر، إلا أنه أبو جابر معي ورح نتأخر شوي. لوين رايحين معلم؟ لك أنت شو دخلك؟ بركي بدكم مساعدة. سيدي ما بدنا شيء، كتر خيرك، بس سوي مثل ما قلت لك ودير بالك على المعمل. يلا اطلع بجد. تأخر كتير يا أمي. تعال معي ماما، تعال نسأل عن ابن الخير. أهلين حنان. أبو الخير إجا؟ لسه ما اجا، وانا قلبي عليه مثل النار. ولا اكرم اجا. طيب ما سالتي عنه بالمعمل؟ البنات لحالهم جوا ما بقدر اتركهم. طب الله يرضى عليك، تخلي لي جابر عندك شوي لبين ما اروح اسال عنه. والله كتر الله الف خيرك. بدي اروح معك. لا حبيبي، خليك انت عند خالي شوي وانا ما رح اطول. ايه تعال حبيبي. أهين. أنا أم جابر. شو يعني؟ أنا مرته لأبو جابر اللي بيشتغل هون، جوزي لهلأ ما رجع على البيت. أهلين وسهلين.
والله صار له زمان طالع ابو جابر، صار له شي ساعتين. لوين راح؟ شو بعرفني؟ لك طلع من بكير. اخي بدي اشوف ابو الخير. كمان راح. ليكو. خير اختي جابر، شايفك جاي لهون. وينه ابو جابر؟ هو عند المعلم جوا، بس طول شوي، امشي نشوفه. انت امتى رجعت؟ لك شو امتى رجعت؟ ما شفتني هون قبل شوي؟ نسيت. انا بعتذر. مو مشكلة. يلا المعلم مو هون. وابو جابر. بتعرف انه ابو جابر وصاني تروح على بيته ونطمن مرته؟ كمان نسيت. امشي اختي امشي. تفضل ابو سامي. انت هلا فوت ارتاح ونام، والمساء بنلتقي ان شاء الله ونشوف كيف بدنا نعمل. ان شاء الله خير، ولا يهمك انت، ان شاء الله بتزبط معنا، المهم يزدوا الحراج. لك يا سيدي صدق صدق، ما صدق في 100 ألف حدا غيره. يلا الله معك. خير شو صاير؟ كنت عم أدور عليك. وانا لهلا عم بستناك بالمعمل. بالمعمل؟ ليش ما قال لك نبيل اني رح روح مع المعلم؟ ما قال لحتى اجت ام جابر، قال كان نسيان. هذا الزلمه ما عم بفهم عليه شو بده مني. لك طول عمره هيك، احسن شيء تطنشه. بس اخر فتره يا ابو الخير صاير عم يزعجني كثير. من وقت ما سكنت هون وابو سامي صار يعتمد عليك بكل شارده ووارده، وهي المكنه الجديده رح تجننه، وهو ما بحب حدا يشتغل احسن منه. ايه بس شغلي غير شغله. يلا عن اذنكم. تفضل ابو الخير. شكرا. الله معك، مع السلامه. ما كان لازم تروح على المعمل. والله ما قدرت، قلقت عليك كثير. وهذا نبيل تغلظ عليك شيء؟ فشل بس كذب وقال انك رحت من بكير. لو الألعن من هيك ما كان بده ياني يشوف أبو الخير. طابة بطان شوف أخرته معه هذا. أنا هذا الزلمة مالي مستنطفه بنوب. الله يرضى عليك يا أبو جابر، دير بالك منه. وأنت يا جابر بس تشوف حدا عم تغالص على ماما إيدك والكف مشي؟ خرمنا معلم وما حلوة قلت يعني اترك العمال وطلع دخين برا. لك هذا المعمل كله مواد كيميائية، يعني سيجارة واحدة بتعمل مصيبة يا أخي. معك حق. خلصنا عاد، الحقني لشوف. شو هذا؟ شو الوسخ هذا؟ هذا كله من شغل الليل معلم. وأنت شو شغلتك؟ ما تخليك منظفه. معلم أبو الخير هو اللي بنظف، ولما صار يشتغل مع أبو جابر ويساعده بالليل بطل ينظف. اخي ما بهمني، انت هون المسؤول، وانت هون المسؤول عن النظافه، وهي اخر مره بنبه عليك. بعدين هدول الالتين بنشيلوهم لبرا. ليش معلم؟ هيك، وقبل ما يروح لما بتخلي نشيلوهم لبرا، ايه؟ هدول عليهم طلبيه. لك يا اخي هي الاله الثانيه ما تصلحت معكم؟ بس معلم الطلبيه صغيره ما بتستاهل. لك خلصنا نبيل، اعمل مثل ما قلت لك يا اخي. حاضر. بعدين ليك، خلي واحد من العمال ينظف، وكل ما نظف اعمل له مكافأة. اوكي. يلا بخاطرك. شو بنا يا حنان؟
كل ما تيجي لتطلع من البيت بيعص قلبي، خاصة شغل الليل هاد. يا حنان هي رزقتنا وبدنا نلحقها، يعني لازم تقولي الحمد لله. الحمد لله، بس لو تقلب شغلك للنهار والله عم بستوحش بالليل بدونك. يا حنان لو القصة بإيدي وحياتك ما بقصير، بس أنا عامل بشتغل مثل ما بده صاحب الشغل، يعني الشغلة مو على كيفي. طيب طالما عم يثق فيك رح يقبل أكيد ينقلك للنهار لو قلت له. مزبوط عم تحكي، بس الشغلة اللي عم اشتغلها هالكم يوم ما بتزبط إلا بالليل. حنان مالي طالع من البيت لحتى اسمعك عم تعيلي من قلبك. الله يرضى عليك ويوفقك بجاه النبي، منيح هيك؟ ايه ها شفتي ما احلاكي؟ يلا بخاطري. الله معك. هلا انا مو سمعتك للاخير؟ ايه اسمعني انت بقى. انا ما عاد دخلني فيك لا من قريب ولا من بعيد. لك انا بحكي مشان مصلحة الشغل. يا اخي ابو سامي هو صاحب الشغل، هو حر بشغله. إذا انتزع الشغل انقطع رزقنا. والله ما في شيء رح يقطع رزقنا غير نقك اللي ما بيخلص. هشام انت فيك تروح إذا بدك. نبي شوادك بسوي لهلا هون. لا معلم أنا عندي مشوار صغير، قلت لحالي على طريقه لهشام بيوصلني. أيوه. طيب يلا روحوا. الله معكم. معلم اتكل على الله ونحن بنسكر بنأمن على كل شيء. لا معلش أنا مو رايح. في عندي شغل هون انا وابو جابر وابو الخير. ام انا بضل بساعدكم. لا روح على مشوارك، ما عندك مشوار على طريق هشام؟ يلا روح على معكم. بتريد شيء معلم؟ لا بس ما تاخر الصبح. شفت لك هشام ابو جابر اخذ له عقله لابو سامي. هلا انت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ عم بيشتغل ضدي لك هشام. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك أبصر شو عم بيخطط. هذا واحد لعين هلا مو رح يركبوا الفلتر الجديد، بكره بتشوف الفلتر بكل معامل البلد. أنا بعرف. ما بعرف بس يعني أبو جابر مو مبين عليه بنوم. حبيبي اللي من نمرته هدول اللي بيخوفوه. أخي اطلع لوصلك اطلع. لا لا مشواري غريب روح أنت. نبيل نصيحة مني لا تتطلع على العالم، التهي بشغلك وبس. مشي الله معك. أحسن شي رح روح شوف شوكة شو عنده لحتى يساعدني بهالشغلة. معقولة هلا روح لحما معلم؟ نحن لازمنا وصله بين الحالتين منشان النفط يتصفى أول تصفاية قبل ما ينزل للحل الثاني. بس هاي الوصلة بدها خراط مرتب لحتى تزبط وتتحمل. شو هالشغلة العظيمة؟ بكرة إن شاء الله الصبح بننزل ونزبطها. لا شو الصبح ما الصبح دخيلك، الوقت تأخر بنلحق لنا منها شوي. صباح الخير خليها بعد الظهر. لك ايدك هيك يا هذا انت؟ لك شو اللي جابه؟ بدي اياك تصحصح معي. وليش دخلك ما انت بتدوخ معي؟ لك خلينا قاعدين. Thank you.
شلون يعني ما اجوا؟ امبارح شفت واحد منهم عم ياخذ اذن من نبيل. نحن دائما هيك بنظبطها مع نبيل. شلون يعني بتظبطوها؟ يعني بياخذ اللي فيه النصيب عن كل يوم غياب. طيب وانتم شو بتستفيدوا من الغياب يعني؟ بسلامة معلميتك معلم، بيكون في شي شغل محرز برات المعمى. يعني شغلة يوم او يومين وفيهم اجرة مرتبة. وهيك بنطلع ربحانين. ماشي. كل واحد يروح على شغله. شبك لازم خبط. شو في من على بكرة الصبح؟ على بكرة الصبح؟ اي صح النوم صارت الساعة 2 الظهر. يخرب بيتك. عرفت لك اصحابك شو عم يعملوا. ليش ما شرف حضرته لحد هلا؟ ما بعرف وما قال انه رح يتاخر. لك شو بدي اعمل فيه هذا الزلمه؟ شو بدي اعمل فيه؟ لك المشكله انا بعرف شو صاير له. هذا واحد غيران، ما عم بتحمل عقله كيف عم شغل ابو جابر اكثر منه، بس يا اخي هو واحد كسول، واحد بليد. ومو بس هيك معلم، طماع كمان. خلص، لا تحكي له عنه. المشكله انه انا بعرفه من لما كان عمره 10 سنين بهالمعمل. شو عليه؟ انتوا الخسرانين. حدا بيفسد على حاله. لكن هن قطع رزقنا معلم. لك قولوا ما بنعرف، قولوا ما شفنا شيء، ضروري تكروت له كل شيء لإيشان بيك. ما بصير ما بنعرف، بعدين منبين متآمرين. متآمرين؟ هلا شو بتسمي وضعك لما بتجي انت واصحابك وبتقلي بدي امشي يا ابني هاي الدوام والاجر ماشي، شو بتسميه متآمر؟ روح شغلك روح، روح. معلم، انت مانك مسؤول ابدا عن اللي وصله نبيل. يمكن الحق علي. كان لازم دير بالي عليه أكثر. بالعكس معلم بالعكس، أنت ما قصرت، أنت عملت اللي عليك وزيادة، بس هو واحد ما في خير بنوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخيراً شرفتني بالأفندي. خير معلم، أنا جاي لآخذ إذن لأنه مرضان. وثلاث عمال اللي أذنتهم، مرضانين مثل حضرتك ولا أكثر؟ أنا عمال معلم. شو أنا عمال؟ في ثلاث عمال غايبين وقال إنه أنت اللي أعطيهم إذن. كذابين. معلم ليك وروح اسألهم، أنا ما أعطيت إذن لحدا، في عنا طلبية لازم تخلص اليوم. خلص نبيل خلص. على حال أنت من اليوم مطالب مالك علاقة بدوام العمال، أي حدا بده يغيب أو يترك الشغل أثناء الدوام بيتفاهم مع هشام. شو يعني معلم؟ اصفى بلا شغل؟ ليش لحتى تصفى بلا شغل؟ أنت مسؤول عن العمال داخل المعمل، يعني مسؤول عن سير العمل، بس مسألة الغياب والحضور هي مسؤولية هشام. أنا رايح. خاطركم. صباح الفل. ليش تركتيني نايم لهلا؟ شفتك غرقان بالنوم، ما اجى من قلبي فيقك. تأخرت على ابو سامي، لازم انزل على بكير انا وياه على السوق. ما في روحه بدون اكل، صار لي من الصبح عم بطبخ لك المقلوبه يلي بتحبها. وحياتك ما بلحق هيك. طيب يا ستي خلص ما تزعلي، باكلي لقمتين على السريع وبطلع. وينو جابر؟ قدام باب البيت عم يلعب. ما قلت لك لا تخليه يطلع لحاله لبرا؟ شو ما في روحه بابا؟ بابا لازم يروح الشغل، ما بدي اجيب لك اكلات طيبه؟ مرحبا جابر. اهلا وسهلا شباب، تفضلوا. تفضلوا يا جماعه. لا لا مستعجلين، بدنا نلحق نجيب القالب مشان نشغل المكنه. يلا جاي، توصيني شيء ام جابر؟ يا حرام، من امبارح لليوم ما حطوا ولا لقمه بتمه. لا تؤاخذيني اختي ام جابر، كلياتنا معجوقين هاليومين، بس خلص راح اجيب له اطيب اكل على المعمل. لا والله مو قصدي، ايه انا براسي بعمل لكم الاكل وبجيبه على المعمل. خلص يا سيدي كلياتكم معزومين على أكلة مقلوبة من تحت إيدين أم جابر. إيه والله أكلة ما بتتفوق. يلا إن شاء الله بس ترجعوا من مشواركم بتلاقوها جاهزة. الله معك. خاطرك أخت أم جابر. يلا حبيبي انزل خلينا فوق.
اهلا وسهلا مريم جابر. شو ما اجى ابو جابر؟ شو الريحة الطيبة؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه عمي اخي دخيل عينك خلي لي هالصينية عندكم لبين ما يجوا بعدين كلوها بالهنا والشفا. ما بقى الا يجوا. معلش بس اذا بتبعتوا لي حدا يخبرني انهم اجوا. حاضر انا بجي. لا اخي ما في داعي تعذب حالك، بكفي تبعت لي اي صبي عندك. مشي. مساء الخير. مساء النور. اجى على بالي اشرب فنجان قهوه، قلت لحالي بجي لعندك. يا ميت اهلين وسهلين، تفضلي ام الخير. فوتوا فوتوا ماما فوتوا. تفضلي يا صبايا. نبيل شو عم تعمل؟ أهلين معلم، شوفت عينك عم نظف. لك كاي شغلتك أنت؟ وينه هشام؟ من الظهر ما رجع. خلص ترك من إيدك، من بكرة الصبح بتجيب واحد خصوصي لهالشغلة هاي. حاضر يا معلم. معلم في مجابر جابت الأكلات هدول. الله يسلم ديات. الله يحفظك. يلا بدكم شيء؟ يعطيك العافية. الله يسلمك. الله معك. أهلين أخي. شو إجوا جماعة؟ إيه إجوا. الله يعطيك العافية. يلا يا بنات. شو يا أم الخير؟ لسا قاعدين؟ لا معلش بدي أمشي. يلا ماما. يو في شي زعجة؟ ما في شي. هلا هدول مخططات مكنه، هدول خربشه دجاج يا رجال. لك انت شو بدك؟ انا وياك بنقول عند الخراط وبفهمه شو يساوي. شو شباب؟ كل شيء تمام معلم. نوصل الكهرباء؟ يلا. يا رب. شو الصوت؟ الظاهر الصوت من هون. منين؟ شغل شغل بالله معلم.